موجز الأخبار من المحور. أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، تناول الجهود التي تقوم بها مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكمية كبيرة وكافية لأهالي القطاع. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الرئيس السيسي حذر من خطورة التصعيد، مؤكدا أهمية العمل على وقف اتساع رقعة الصراع وضرورة تفعيل مسار حل الدولتين بما يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ومن جانبه ثمن رئيس الوزراء الكندي الجهود المصرية، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين ودعم بلاده لكافة الجهود لوقف إطلاق النار ومحذرا من خطورة التصعيد. نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة بالتعاون مع محافظتي أسيوط والمنوفية مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها. جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولين الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي أسيوط والمنوفية مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها. وخلال مراسم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء مواقفهم التجنيدية، ألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن. إن تلبية مطالبكم واجب علينا، ولهذا نحن معكم اليوم نؤكد على أن القوات المسلحة المصرية من نسيج هذا الوطن حريصة على تقديم كافة التيسيرات لكم، كما أن إدارة التجنيد والتعبئة وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تقوم بالعديد من المبادرات التي تقدم مزيدا من التيسيرات لأبناء الوطن. كما تضمنت المراسم عددا من الفقرات الفنية لذوي الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام ورفع الروح المعنوية لتلك الفئة العزيزة من أبناء مصر. الأول عشان كنت أطلع لابني شهادة أو معاقزة ده يطلع شهادة لازم يروح بنفسه منطقة التجنيد. دلوقتي القوات المسلحة مشكورة بصراحة، لا وفرت علينا حاجات كتير، الحمد لله سهلونا كل حاجة، الحمد لله بركة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سهلونا كل حاجة الحمد لله، نحمد ربنا وكل حاجة تمام يعني الحمد لله، ما كنتش متوقعة كده والله. وإدارة التجنيد ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، ناس محترمة وناس كويسة كلها الحمد لله. تم عمل هذا الاحتفال الجميل الرائع لتسليم الشهادات الخاصة بالمعافاة من التجنيد بعد المعاناة اللي كانوا بيعانوها أولادنا في السفر إلى القاهرة لتوقيع الكشف الطبي وتسلم الشهادات. هذا إنجاز لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنشكر القوات المسلحة على التيسيرات اللي قدمتها لذوي الهمم على استلامهم الشهادة وعدم تعبهم في التجنيد وهنا وهنا، وآخر أحلى تيسيرات وربنا يحفظهم لمصر يا رب تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في التسهيلات اللي القوات المسلحة عملت يعني حاجة حلوة ما شاء الله، ان كل شاب من دولة استلم المعافاة في محافظته،
فالحمد لله يسروا لنا الحال على كده، ونشكر القوات المسلحه ورئيسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الحفله بتاعت النهارده هم فخورين بيها قوي وفرحانين بيها، وبيستعدوا لها بقالهم اكتر من شهر، عشان هم فرحانين باللبس بتاع الجيش بتاعنا، وفخورين بجيش مصر، وفخورين بسياده الرئيس ان هو دايما بيكرمهم ودايما فاكرهم في كل الاحتفالات بتاعتهم. حضر المراسم محافظ اسيوط والمنوفيه وعدد من القيادات التنفيذيه بالمحافظتين. أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ماراثون من مصر إلى غزة الخيرية تحت عنوان تضامنا مع أهلنا في غزة من محمية وادي دجلة بالمعادي، وذلك بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية. جاء ذلك في إطار دعم القضية الفلسطينية ومساندة قطاع غزة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الماراثون الخيري رسالة دعم من الشعب المصري للأشقاء في قطاع غزة، خاصة أن مصر دائما تساند وتدعم القضية الفلسطينية، موضحة أن الجهود المقدمة من جانب الدولة المصرية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وصلت إلى حوالي 200,000 طن تم شحنهم وإيصالهم إما بالطريق البري أو الجوي أو البحرية. تلقى الدكتور هانس ويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا عن تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بشبه جزيرة سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ 556 منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات. وأشار وزير الري لأن تلك المشروعات تمثل أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية. يواجه النادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم في الساعة 9:00 مساء على استاد 5 يوليو بالجزائر ضمن منافسات الجولة 4 من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر من تحقيق الفوز خارج الديار أمام شباب بلوزداد من أجل الانفراد بالصدارة، وذلك من أجل الحفاظ على اللقب الإفريقي.